وأهلا وسهلا فيكم. حلقة جديدة اليوم، حلقتنا حلقة التشبيك. تأخرت فيها شوي لأني عملت لبنت أختي جاكيت، فحبيت أني أخده لأنه يطلع قد الكادر. هديك المرة أهلكت وأنا أصور الصراحة، فقلت شو هي هيك كان نفسها أعمل لها جاكيت، ومنه بستغله عشان كمان أصوره. فهلأ هاي أول قطعتين اللي هي هذا الظهر، وهدول اللي عملناهم على الكتف. مثل ما انتو شايفين الغرزة، حتقولولي من قدام ولا من ورا، اللي اشتغلت معي نص عمود ما رح تفرق معك لانه الوجهين نفس بعض زي ما انتو شايفين. اللي اشتغل عمود رح تبين معاه، او اللي اشتغل حشو، او اللي اشتغل اي شيء راح يبين معاه على طول. الشغل راح نيجي اول شي راح نفرد الظهر هيك، هذا الظهر، وبعدين راح نيجي نحط القطعتين هون. اوكي، نحط هدول النهايات جنب بعض، ومن هون جنب بعض. اللي بحب يشبك بالإبرة عادي بقدر يشبك بالإبرة، لأنه في بنات كتير بعتولي إنه أسهل لنا كتير بالإبرة. بالإبرة كتير سهلة كمان، رح يكون عبارة عن إنك تدخلي بالغرزة وتطلعي بالغرزة التانية هيك بس، وبالغرزة وبالغرزة اللي بعديها. اللي بتحب تشبك معنا بالصنارة كمان سهلة، فأنتي شوفي شو بتحبي أكتر شي واعملي. نعمل عقدة البداية، ورح ناخد أول هون أول وحدة مع أول غرزة، ورح ناخد ونعمل منزلقة. هي أول منزلقة، بعدين رح نضلنا نمشي نفس الشي على الغرزة اللي بعديها، الغرزة اللي مقابلها، وعلى نفس الشي الغرزة اللي مقابلها. طبعا أنا عندي جاكيت صغير لأنه بنت أختي اسم الله عليها يا دوب 6 سنين، فطلع الجاكيت يا دوب يا عمري زي الألعاب حتى، وأنا بشتغله والله ما صدقت يعني كتير كتير صغير، مش مستوعب الصراحة، وأنا ما بشتغل أشياء صغيرة كتير، فطلع كأنه مثل الألعاب. هلا بس نشبكه كمان، رح أعطيكم المقاسات لأنه كتير بنات كانوا عم بيسألوني عشان بنوتاتهم. ورح نضلنا نعمل منزلقة على كل السطر هيك، ومندخل على الجهة التانية. وهيك على الجهة التانية لحد ما نخلصهم كلهم، نكون شبكناهم كلياتهم. هون دايل آخر وحده، وبدكم تنتبهوا على عمود الارتفاع، بدكم تعملوا كمان عشان يكون الشكل مرتب بآخر سلسلة، وهون بآخر اشي قدامها. وهيك منكون خلصنا وشبكناهم كلهم. بتقصي مقصك وبس، وهيك بيكون أول جهة اتشبكت زي ما انتو شايفين. واضحة؟ إن شاء الله تكون واضحة. شغلي نسيت أحكي لكم إياها، أنا عملت من هون من عند السلاسل. ليه؟ وأنا قاعدة بعمل لبنت أختي الجاكيت، وأنا بعمل جاكيتي كمان، لما لبسته حسيته قصير كتير. هذا للي بده يطوله، فلما تيجي شبكوا من عند السلاسل، وخلوا هدول عادي عشان لو
بدك تطوليه بتفتحي الخيط وبترجعي بتطوليه زي ما بدك. هلا مثلا تعون الكروشيه المحترفين يمكن يقولوا داليا شو هذا، هذا غلط. او بالكروشيه ما في شيء اسمه غلط، اول شيء هذا هاند ميد، ثاني شيء هذا ابداعك، وثالث شيء انت اللي لما تلبسيه حتشوفي انه ما في اي غلط، فعلى اي اساس الغلط؟ عرفته؟ فهاي الحركه اخترعتها وانا قاعده بقيس. فاذا حسيتوا لما شبكتوا من هون انه قصير او مش الطول اللي بدكم اياه، على طول بتفكوا من تحت وبتعملوا وبتكملوا عادي وبتطولوا. وهلأ حنرجع نكرر نفس اللي عملناه هون، رح نرجع نعمله على الجهة التانية. نعمل خيطنا ونرجع نمسك الجهة التانية بأول سلسلة عندي هون وبالسلسلة اللي جنبها، نرجع ناخد ونشبكهم ونعمل أول منزلقة، بعدين بنقلب هيك الشغل عشان نصير ندخل بوحدة واحدة قدام بعض هيك منزلقة. نضلنا نكمل لحد ما نوصل ونسكر كل سطرنا. وهون قربنا خلصنا هيك، وضل آخر شي قلنا هون السلاسل برضو رح نشبكها عشان يطلع الشكل حلو. فبآخر سلسلة تعملوا آخر منزلقة وبنقطع خيطنا وهيك بنكون عملنا شبكنا. شوفوا ما أحلى، تعملوا هيك وهيك بنكون شبكنا أول جزء واللي هي هاي الجزء. طبعا هاي ما تخافوا ما رح تبين، لأنه شوفوا هيك ولا كأنه في شي، لما نحط على يعني نتني بطلع بجنن. بس هلأ احنا حنشتغل على هذا هدول الصايد عشان شو كل اشي يكون الحشوات داخلية، ولما نقلب الجاكيت ما يبين ولا اشي. هلأ هون جينا للكمام، الكمام زي ما عملناهم هيك، بعدين بنعملهم بنصفتهم مع بعض على الزبط هيك عشان شو اللي النص يطلع على المزبوط. ماشي، وبنيجي بنحطهم هون. وكمان شغلة، أنا اشتغلت بالمقلوب من عند السلاسل ماشي، وخليت هاي الناحية عشان لو بدكم تطولوهم أو صار معكم أي غلط ما تزعلوا، أو باللبس يكون مش عاجبكم بترجعوا عطول بتقدروا تشبكوا الخط وترجعوا تكملوا. يعني يا ريت ما حدا يعلق على طريقتي، بس انا شفتها كتير مناسبة وكتير صحيحة، وهلأ حتشوفوها على اللبس رح تطلع كتير حلوة. هلأ هون اهم اشي يكونوا زي بعض، واللي تحت هون على القطعة هاي مزبوطة، وهون رح نحدد النص. منجيب اي ماركر عنا، وين النص هون مثلا تقريبا رح نشبكه، نص هون مثلا رح نشبكه بالنص اللي هون اللي هي اخر اشي، فحتاخدوهم مع التنتين هدول اللي هي اخر وحدة سلسلة من هون. بس عشان ايش يكون هيك لما تفتحوا
يكون كل اشي ظابط، او اذا حدا بحب يمسك النص ويعمل كله بالابرة والخيط كمان بزبط، بس طبعا مش على هاي الجهة، بقلبه هيك على هاي الجهة عشان ايش كل هدول ال شو بسموهم التوصيل هدول يكونوا من جهة واحدة عشان لما نقلب الجاكيت يكون حلو. ماشي، فهلا احنا هون رح نرجع نعمل هيك ونطبقها، وهون نتأكد انه هاي النص التقريبية، وهون هيك هاي تحت مزبوطة. اوكي ماشي، رح نيجي نشبك خيطنا. هلا قلنا رح ناخد خيطنا ونبلش تشبيك من عند اول سلسلة، ونمشي هيك لحد ما نوصل للجهة التانية. قد ما فيكم اعملوا هيك انه عشان ايش يطلعوا على المظبوط بالنص. اوكي، رح ندخل هون من اول سلسلة على اول تشابك قدامنا، وزي ما قلت لكم تقدروا تعملوهم كمان بالشو اسمه بالإبرة، فكل واحد احسب شو بده. هاي اخذناها، نرتفع سلسلة، بعدين نحرك الشغل عشان ناخد راحتنا هيك ونبلش فيه. هلا على اللي بعديها الصورة واضحة. اللي بعديها ناخد السلسلة اللي بعديها وبنعمل ايه فك الخطية، ناخد السلسلة اللي بعديها وبنعمل منزلقة مقابل بعض، بعدين على جنبه وعلى اللي قدامها منزلقة، ونضلنا نشتغل هيك منزلقة ونشبكه لحد ما يوصل معنا للسنتر اللي هو هذا اللي شبكناه عشان نكمل الكم، ونضلنا نكمل. وزي ما قلت لكم انا مشيت معكم بالشقلوب، وصدقوني رح تطلع فكرة خيالية، وبكرة بتقولوا داليا قالت، لانه رح يكون اي حدا اي حدا ما زبط معه المقاسات خصوصا بالطول رح يقدر يفتح من هون ويبلش ويرجع ولا كأنه صار معه اشي حتى لو مشبك. وراح نضل نكمل تشبيك هيك، ما تحسوا في شي ابدا صعب، على فكرة كتير سهل كتير. رح نضل نشبك وما تتقيدوا جوا الفتحة جو، لا لا خلص عادي، لقيتوا هيك فتحة خلص من تحتيها انه هذا كله ورا ما رح يبين، فحيطلع الشغل كتير حلو بجنن. ابدا ابدا ما تعقدوا حالكم ولا تحسوا انه لا والله صعبة، لا هيك غلط هيك صح. زي ما قلت لكم هذا هاند ميد، والله العظيم عم بشوف ماركات ماركات عالمية، لو تشوفوا كيف الخياطة، مش لانهم هم ما بفهموا، لانه هو هذا بالنهاية هاند ميد، قد ما بده يعني يعمل ايدينا مش ماكينة، فبالعكس عادي يعني دخيلكم. هذا جاكيت هاري كان يعني هو اللي الشيء اللي ما يوصف، هو اصلا كله مرقع، وبالعكس لما انعمل كله وكامل طلع بجنن. فبتضلكم هيك تعملوا منزلقة لحد ما نوصل
هاي أنا عم بمشي معاكم شوي شوي ومش عم بسرع ولا عم بقطع عشان تشوفوا كيف الشغل بالضبط وما تحسوا انه في شي صعب ابدا ولا انه في حدا بيقدر يبدع وحدا لا. هي هون اجينا تقريبا للسنتر، رح اجي هيك واخدهم مع بعض. أفكه عشان أخذهم مع بعض، باخد هاي وباخد هاي عشان هيك يتسكروا مع اللي كانت بالسنتر، كلهم مع بعض ومنزلقة. خلاص خلصنا هاي الجهة وسكرناها. هلأ بنقلب شغلنا هيك على الجهة التانية ومنكمل كله نفس الشي، منزلقة. نرجع منشبك من هون منشوف. كله على نفس الخط على الجهة التانية. بنات والله كتير سهلة، بديش حدا يحكي لي التشبيك طلع صعب او هيك، لانه ما في حدا قدي بكره التشبيك اصلا. بتعرفوا والله العظيم يمكن هذا اول مرة بحياتي من اول ما اشتغلت كروشيه اعمل شي ملبوس هيك، يعني كل قطعة بقطعة. حتى كتير بنات شاركوني على الانستغرام وحكولي انه هاد بشبه شغل التريكو. انا طبعا نفسي اتعلم تريكو حط الله، بس انا مصيبتي اني انا ما بلقط الا لما حدا يعلمني هيك من نفسه. فحكولي انه التريكو بيكون هيك، قال كل قطعة بقطعة وانتي بتصير شو اسمه تركبيهم. طبعا انا ما عندي علم والله بالتريكو، بس انه هاي اول مرة انا بالكروشيه اعمل شي هيك، فما تستصعبوا ابدا وتحسوا انه في شي صعب، بالعكس. هي قربنا نخلص، عم بمشي معكم خطوة خطوة قدامكم عشان زي ما قلت لكم ابدا ابدا ما بدي حد ابدا يقول انه ما عرفت. هيو بالمقابل هون اذا حسيتي انه صعب بتشبكي من هون، بس اذا ما حسيتي عشان وقت اللبس قلت لك اذا بدكم تطولوه اعطوا فيك تشبكي وتطولي وبطلع ارتب بالتشبيك. انه انا اول مره عملت لبنت اختي قد ما بقولكم انا ما بعرف بالقياسات، ضعت ضعت ضعت، قعدت افك واعمل افك واعمل افك واعمل، فبلا ما تفك وتعمله خلص هون بكون جاهز. هاي لأنه راسها مش مبوز بتغلب شوي. هو الحديد بيجي لحد رقم 6، الباقي من هاي الماركة بصير يجي كله هيك بلاستيك عشان يكون خفيف. رح أعمل حلقة عن السنارات هدول الجداد اللي جبتهم، عن جد يعني الواحد ما يجيبش غيرهم. هيك هاي قربنا نخلص، ضايل كم غرزة وهيك بنكون سكرنا أولكم. هاي هيك وهاي هون آخر سلسلة
وزي ما قلت لكم عشان يطلع اشي مرتب هون اخر اشي السلاسل الارتفاع باخر سلسلة. خدوا استني باخر سلسلة خدوا دايما عشان يطلع مرتب. وهيك خلصنا لكم. هلا منرجعوا مع بعض بنشوف. شوفوا الجمال ولا اشي مبين وطالع بعقد. وهاي الجهة اللي قلنا عليها هلا رح اقلبه معكم. رح اقلبه معكم هيك افرجيكم من هاي الناحية. شوفوا كيف بجنن ولا مبين اشي ولا في اشي. شوفوا ما احلى هاي انترنت. خلينا نظبطها. شوفوا ما احلى ولا كأنه في اشي. الجهة التانية طلع تمام التمام على فكرة. وهذا الحز اذا مش عاجبكم هو بيطلع بكل الجاكيتات حتى كل الفيديوهات اللي شفتها. اذا مضايقكم كتير يعني فيك تحطي له وردة هيك وقتيها وقت ما تحطي. وبس بنرجع هلا طبعا السايد هاد عشان شو يكون كل التشبيكات جوا. وهيك خلصنا على فكرة. والله العظيم ضحكتني بنت اختي على اساس انه احنا هلا بدنا نحط كمر هون. قالت لي لا انا ديدي بدي اياه هيك واسع يعني. كمان شوفوا فيكم تعملوه واسع عن جد يعني كل واحد وذوقه يعني مو لازم نفس الشيء بالضبط. لا بالعكس فيكم انتوا هلا تخلوه واسع وتعملوه هيك وخلص يعني مو لازم الكاميرات. فكل واحد عن جد يبدع زي ما هو حاسس وبس ما يهتم لولا شيء. هلأ حنيجي لطريقة التشبيك اللي هي من هون من أول الجاكيت بعدين نسكر هذا كله عشان هذا كله يتسكر. فرح يكون بالضبط هيك. رح نيجي نشبك آخر الجاكيت هون بهاي القطعة ونشبك خيطنا. ونبلش ناخد اتجاهنا الصحيح اللي بدكم اياه. انا رح ابلش من هون مع الخيط. هاي عقدت نارتي ورح ابلش من هون هيك ومن هون الجهة المقابلة. شوفها زبطت ولا ما زبطت. حطها هيك وهاي الجهة المقابلة زبطت. اوكي ورح نبلش نشبك ونعمل اول غرزة منزلقة ونضلنا نعمل منزلقة على طول الجاكيت لحد ما نضلنا ماشيين هيك. بعدين نيجي هون نسكر ونكمل باقي طريقنا. كتير حلوة لأنه حسيت أني اتطورت هيك إشي جديد عارفة يعني. كتير كتير حبيت الشغلة هاي. أنا عن جد عجبني هذا الجاكيت لأنه حسيت أنه عن جد الواحد بنتقل بمرحلة جديدة يمكن هو ما بخطر على باله فيها. فكتير حبيته. رح نضل نعمل هيك لحد ما نشبك.
شبكنا زي ما انتو شايفين من هون كلياته. هلأ عم نوصل للزاوية، كمان رح نشبكها. هاي الزاوية بس، ورح نرجع نكمل على نفس الجهة تاعت الكم. نكمل. وهون اجينا وقربنا لآخر الدور بعد التشبيك. شوفوا هون، وانا عم بصور الظهر من كتر ما كنت مستعجل بالتشبيك. شوفوا طلع عندي جهة اطول من جهة، عادي كتير. هذا بيكون من السرعة، او عشان مثلا يمكن تركت غرزة او عملت غرزة. شوفوا هي مبين. فهلأ شو هعمل؟ هضلني افرط واعمل هيك، ماشي؟ خلص شوفوا هاي رجع مع بعض، رجعوا مستويين، رجعوا قد بعض. فالظاهر انا اخذت مثلا غرزتين او غرزة زيادة. عشان ما توقعوا بهاي الغلطة، هون باول غرزة بالكم وباول غرزة هون حطوا ماركر عشان ما يتحرك معكم وانتو عم ايش عم بتشبكوا. وخلوا حاولوا انه يكون هيك التشبيك بمكان معين هيك ثابت عشان ما يصير معكم اي خربطة. هلا رح ارجع اعمل تشبيك. زي ما قلت لكم ما حبيت اني اشيلها، قلت عشان اذا صارت مع حدا ما يحس والله انا غلطت، ابصر لا انا القياسات. لا 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 لا، مش القياسات ولا اشي، بس هي بتكون هيك مرات، ومع الحركة ومع ممكن واحد ما ينتبه لغرزة او يعني انه تمشي منه غرزة ممكن يصير هذا الطول. فبتكملوا عادي، وزي ما انتو شايفين هيو صار الطول زي بعض. وبنرجع بنعمل لحد ما نوصل لآخر الدور. وهلأ هون وصلنا لآخر شي تقريبا بالكم. راح نضل نعمل منزلقة ونسكره لحد ما نوصل لآخره. راح نشيل الماركر تبعنا ونعمل آخر منزلقة فيها. هيك بنكون سكرنا الجهة اللي عملناها. نرجع هلأ نفرده على الجهة اللي عملناها وسكرناها. شوفوا ما أحلى، شوفوا الجمال، تسكر كلياته هيك. وهذا الكم اللي سكرناه هيك، إذا قلبناه هلأ لأنه خلص صار جاكيت يعني، هاي الجهة التانية. شوفوا الجمال،
كل اشي منسق، كل اشي حلو. شوفوا كيف طلع، بياخد العقل عن جد، بياخد العقل. هلا هون ممكن انتو كمان تزغروها وتاخدوه من هذا، يعني يا دوب الطرف الطرف. انا اخدت شوي اكتر، شوفوا كيف طلع، بس برضو ما بيأثر، يعني كل وحدة وايدها. ومن هون شوفوا ما في، يعني ما في شيء، بالعكس اصلا اعطى شكل جديد لما اخدت اكتر انا. بس بتقدروا زي ما قلت لكم تزغروها وتاخدوا هيك من اول الطرف، هيك من اول الطرف بس، عشان ما يطلع عليكم هيك. او اذا ما مثلي بتحبوا تعملوا الشي الحلو بس وهيك وخلاص، رح يطلع معاكم بجنن. ها، وهذا الشكل الثاني. رح اكمل الكم الثاني وارجع لكم. وهلا زي ما انتو شايفين شبكت هذا الكم من هاي الجهة ومن هاي الجهة، وصار كله مشبك. هلا رح نعمل الكمر اللي تحت الجاكيت اللي هو هون. هذا طبعا الكمر، هذا وجهه وهذا ظهره، احنا رح نعمل من ظهره عشان لما نقلب الجاكيت يكون مظبوط. نعمله هيك، نقيس بالضبط قد. تمام، هلا راح نبلش فيه. هلا هون بعد ما زبطنا، حطينا اول جزء هون عند هذا عشان يجي على قده، والجزء الثاني هون راح نعمله. ممكن زي ما قلت لكم فيكم تعملوا بالابره وفيكم تعملوا بالخيط، وفيكم تعملوا بالسناره. بالخيط حسيته انا اسهل علي، لانه هون رح يصير كمان هيك شكل، فقلت بلا منه، فرح اعمله بالخيط. رح اشبك اول اشي هون باول غرزة. طبعا انا مخلية التنظيف اخر اشي، بس يلا رح امشي هيك، احط اول غرزة هون مع اول غرزة. خلوهم البدايات على أول إشي. ونسحب الخيط تقريبا هيك، هذا الخيط مناسب. بعدين نرجع من أشوف واضح، نرجع من هون، أقرب الصورة، نرجع من السلسلة اللي جنبها، نرجع ناخد مرة تانية ونسحب. وعلي جنبه وعلي قدامه. رح نضل نشتغل على هذا الأساس لحد ما نخيطه كله. طبعا وانتو عم تشتغلوا بتفردوا هيك عشان تشوفوا انتو ماشيين صح ولا لا. حسيت حلوة الخياطة، مع اني انا الصراحة ما بحبها، بس والله سهلة ومهضومة. ضلكم افرضوا هيك عشان ما يجعلك معكم
الشغل فيكم بالخيط والإبرة تعملي كل تسكيرات الجاكيت على فكرة، ما يعني مش صعبة هي أبدا. بعدين هلأ هون رح أعمله هيك عشان يجي بالضبط من وين أنا أجيت. بعدين أنا أسفر بالخياطة كمان، نرجع من هون وعلى الغرزة المقابلة. نتأكد التصوير واضح. أوكي واضح. راح أضلني أمشي بالخيط والإبرة زي ما احنا شايفين كل الظهر عشان نمسك الكمر مع الجاكيت. وانتو عم بتخيطوا حتحسوا مثلا اذا فوتوا غرزة او شي لانه حيكون هيك وساع، على طول بتفكوها وبترجعوا عليها. بلش الخيط. وهون اجينا لاخر الظهر، هاي ضايل، هاي فيكم تفتحوها هيك
أو فيكم كمان تكملوها هيك وتسكروها، فعلى راحتكم. شو ما بتحسوا أنه ماشي معكم يعني كملوا بالشغل، الشغل اختياري وعلى راحتكم. يعني أنا رح أكمل هيك لأنه حسيت أنه هاي شوي أطول، فرح أختصرها هلأ بالخياطة هيك وأخليها على القد. ما عم بقطع ولا شي عشان تكونوا عارفين اي شي ممكن يواجهكم وما تحسوا انه يي والله غلط، يي شو بدنا نعمل، بدنا نقعد نفك. لا بالعكس، هاي شوفوا هي شوية اكبر طلعت، بس عادي انا هيني عم باخدها من بين الغرز راح اخليها تيجي على قدها لانه الفرق مش كتير كبير، فعادي كتير فبقدر الواحد يتداركه. ممكن مثلا تتركي غرزة وبالغرزة اللي بعديها، انا هيك هلا حاعملها، ما عاد حتبين. هي صفت قدها بالضبط. وهضلني اعمل هيك لاخر غرز ويكونوا قدها بالضبط، لأنه الخيط مرات حتى وانتي عم تعملي القطع ممكن ايدك مثلا هون يعني تكون شادة، هون تكون رخوة، فالخيط ممكن يكبر معك شوي ويصغر معك شوي، هذا اشي طبيعي، فما تعقدوا حالكم فيه. هيني ضليتني ماسكيتها وحاولت اني وانا اخيط اصغر قد ما فيي ومشي الحال، وهلأ هتشوفوا بعيونكم. انا ما بحب اقطع ولا اشي بالمونتاج عشان تكونوا شايفين كل اشي قدامكم، ما في شي بالحياة لازم يطلع زي ما هو 100%، لا هذا حكي فاضي. الابداع انكم عن جد تحاولوا وتعملوا وتبدعوا، هون الابداع الحقيقي. بالله عليكم في فرق قبل ما نسكرها، يا دوب فرق جدا بسيط، وهيني عم بزغره بالخيط وخلص ما رح يبين. اما انا معقول مثلا اقعد افرط ولا اقعد اعمل؟ طبعا اللي ببيعه هون اشي تاني، ممكن تفرطي وتعملي، بس انا ما عم ببيع وعم بعمل لأهليتي وخواتي وبنات خواتي وانا، فبالعكس يعني هو بحد ذاته هذا الإبداع. وخلص عملناها على قد القد القد، وهيك خلصنا كل الكمر، خيطنا كلياته. هلا رح اقطع خيطي، ممكن اعملهم بهاي، صحيح اعملها اقصها واشبكها فيه كمان عشان شو ما يطلع ضيق. شوفوا ما احلى، هاي الجهة الصحيحة بياخد العال، انا طاير عقلي في الجاكيت، عن جد عن جد حلو. هون شوي زي ما قلت لكم انا اخذت شوي هيك بين بين المسمار، بس حسيت اللي بده يعمل بالابره او يصير ينتبه على الحرفين اللي هون ما بيطلع معه هيك كبير. هيك خلصنا الكمر التحتاني، طبعا كله عم نشتغل بالمقلوبه. هيك خلصنا، هيو هلا شو رح نعمل؟ رح نعمل الكمر اللي داير ما يدور، اللي هو هاد، خلينا نقلبه عشان ايش يطلع على الجهة التانية. رح نبلش زي ما حكينا من هون من تحت، خليني اصور هيك، رح نبلش من هون هيك، رح نضلنا نشتغل داير ما يدور على الكمر، نخيطه من هون كلياته. فهلأ رح أرجع أخذ خيطي
عين الخيط. انا من هون ما قصيته، لازم اقصه من هون. صحيح، اوكي راح اقصه واشبكه من هاي. طبعا شو حيتنظف تنظيف هالجاكيت، ليوم التنظيف. اقعد الخيط هون وانا اقعده هيك. خلص هيك زبط. هلا حنشبك القمر اللي على الطرف. نجيب خيطنا ونبلش من أوله لآخره. نبلش من هون هيك، من أول شي على أول غرزة ونسحب. اسحبوا شوي خيط طويل عشان يلف معاكم للأخير. فهلا رح نرجع، حطوا انتو على الجهة المناسبة لإلكم، مثلا هيك. اوكي انا هيك هحطه ورح ابلش من تحت السلاسل، هيك من تحت السلاسل وعلي قدامه. بس هاي اللي اخذناها اول اشي، خليها بعدين على السلسلة اللي قدامها. افرد الجاكيت منيح، منضل نخيط هيك لحد ما نشبك القمر كله. هلا سكرت كله من هون، ضايل هاي. ما تحسوا ابدا انها صعبة لانه هي مو صعبة. هلا رح نقلب الشغل هيك عشان اخلي لكم اياه هون يكون ايش. هيك لا، انا هيك مش راح يزبط معي. هنجيبه هيك، ايوه هيك، ورح نكمل خياطة. رح نصير نفس اللي عملناه، نرجع نكمل على نفس المستوى. على فكرة أنا كتير حبيت الخياطة، كتير اندمت عملت هدول بالسنارة. بتعرفوا هيك مهضومة طلعت الخياطة، مش صعبة زي ما كنت متخيلة، وهاد لأنه سهل فما بعرف حبيتها والله. بس هيك رح نضلنا نشتغل على نفس الشي ونثبتها. ان شاء الله يكون كل اشي واضح. اقرب كمان الصورة هيك شوية، هيك بس. وتحطوا القبة وبنثبتها وبتصير زي ما بدكم واحلى. بالشقلوب سحبته هيك. بنضلنا نشتغل على نفس الشغلة لحد ما نوصل لهون، وبعدين نرجع نكمل كل السطور.
انا اول اشي كنت احكي يا ربي كيف بدي اشك، وحاسه انه صعب وحاسه ما بعرف شو. لا بالعكس، عن جد طلع متعة 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 يعني جديدة. قلت لكم اللي حيعمل هيك شغلة عن جد رح يحس انه حينتقل انتقال كتير كبيرة. يعني حتى هلأ صرت أفكر إنه بقدر أعمل أي بلوزة وأنا ما بعرف لقياسات عن طريق هاي الطريقة، كتير سهلة. وخاصة إنه الكروشيه لازم، يعني مش شرط يكون والله مخصر البلوزة وما بعرف شو، لا فممكن نعملها بأي شكل بدنا إياه. انا عم بحاول اني اضلني معكم هون بالقبة عشان ما تحس انه في اي شي صعب. هاي زي ما انتو شايفين كتير سهلة كتير مهضومة، ما بدها ولا اشي. اللهم بضلكم ماشيين على الخيط، وطلع الخياطة زي ما حكيت لكم كتير سهلة. الشغلة التانية اللي حسيت وانا بشتغل انه الحق علي ما نظفت، كان مفروض نظفت كل بواقي الخيوط بعدين بلشت هيك عنضيف، بس بتعرفوني انا من الحماس دايما بتيجي على راسي. فيلا مرج انتو قبل ما تشتغلوا نظفوا كل الخيوط عشان ايش ما تحسوا انكم متضايقين. هاي هيك خلصنا الرقبة من هون من فوق، كتير سهلة والله. كنت انا مفكرة اني انا هعمل ابصر ايش، ترى الموضوع اسهل ما اتصور. خلصنا، هلا رح نرجع نكمل هون لحد ما نوصل لاخر الجاكيت. خلصناها، وبس رح نضل نمشي على نفس الخطوات لحد ما نعمل لآخر الدور. وهلا هون جينا على اخر الجاكيت هيا، وعم نسكرها مع بعض. نشيل الماركر تبعنا. اذا حسيتوا في اختلاف بالطول زي ما حكينا بتشدوا الخيط وبتصيروا تعملوا عليه. شوف هون هيك خلصنا. نجيب مقصنا، نلف الخيط وننظف آخر خيط.
وهيك بنكون خلصنا كل الكمر داير ما يدور كله اتظبط. هلا رح نيجي على الكمام. انا هذا الكم هلا عملته، رح اعمل معاكم هذا. طبعا الكمام كتير رح تكون واسعة، رح نختار سنارة يعني صغيرة على اللي عملنا فيها، فانا هون اخترت 5 ورح نعمل تناقص 1. هلا انا ناسبني اني اعمل تناقص 1، انتو شوفوا شو اللي بناسبكم اكتر واعملوا. ممكن يكون هلا رح نشتغله مع بعض وشوفوا كيف الخطوة. وهلا رح ناخد خيطنا ونعقده عادي ونشبك باول سلسلة وناخد عادي. بعدين هلا رح نعمل تناقص. التناقص كيف؟ رح ندخل باول وحدة وناخد الثاني وندخل بثالث وحدة وناخد، حيصير في 3 3 سلاسل على السنارة ناخدهم مع بعض. ممكن يعني اذا مو ولد صغير وما بدكم تضايقوها كتير تعملوا هذا التناقص بعدين تعملوا حشوة، بعدين ترجعوا تعملوا التناقص اللي بعده اللي هو 3. او انا لانه سوسو كتير صغيرة وايدها كتير ضعيفة فرح اعمله كله تناقص، فرح اعمل كل الغرز تناقص. فرح ادخل باول وحدة اول سلسلة نشبك الخيط، وبعدين ندخل بتاني سلسلة وبتالت سلسلة، حيصير عنا 1 2 3 ناخدهم مع بعض. بعدين ندخل 1 2 ناخدهم مع بعض، 1 2 يعني التناقص بغرزتين وحيكون عنا 3 سلاسل على السنارة. 1 2 تناقص، 1 2 تناقص. رح نضل بنفس الشغل هيك لحد ما نخلص. طبعا زي ما قلت لكم كل حدا بيعمل التناقص على حسب ما يشوف. ممكن كمان تعملوا تناقص حشو حشو تناقص، يعني حسب انتو كيف مقاسكم. هاي 1 هاي 2. انا لانه سوسو كتير ايده صغيرة فقلت اعمل هيك احسن شي عشان يطلع مزبوط. وكمان هلأ بقولكم في شغلة كمان حسيتها وأنا قاعدة بركب، بس خلينا هلأ نخلص التناقص. هاي 1 هاي 2 هاي 3 سلاسل، 1 2 ونضلنا نشتغل هيك لحد ما نوصل لآخر الدور. 1 2 1 2 1 2 1 2 وهون اجينا خلاص قربنا على اخر شي. حنعمل كمان تناقص باخر تنتين وحيضل هيك وحدة، خدوها كمان تناقص مع اول وحدة عشان تصغر اكتر. شبك الخيط دقيقة، هاي 1 وهاي 2 مع بعض. وهيك شوفوا كيف زغرت، يعني كتير كتير زغرت. وفي شغلة كمان، هلأ لما نيجي نحط الكمر كمان شوفوا يعني قد ما فيكم قديش الكمر بيكون بده. هون هيك خلصناها، بنينا نقصها وبعدين حنجيب الكمر اللي عنا. اللي كان قصدي اني احكي لكم اياه
وانتو قاعدين عم تعملوا التضييق حطوا الكمر اللي عملتوه التقريبي مثلا، شوفوا هون تقريبا كتير منيح هو عليه، وانا رح اشده كمان مع الخياطة رح يكون تمام. فانتو شوفوا كمر ايدكم هاد قد ما فيه، ومن هون بلشوا انكم تعملوا التناقص. طبعا الكمر رح نقلبه، هاي مقلوب، ورح نثبت هون اوله بأول غرزة، هون رح نثبتها هيك بأول غرزة عشان ايش ما يتحرك. بعدين رح نلفه هيك قد ما فينا ونرجع لحظة. هاي ليش فلتت؟ شوفي ايه انا شكلي ما اخدت عقدة. اوكي دقيقة خليني اخدها عقدة. اوكي قلنا هنحط هون باول وحدة رح نشبكها، وبعدين نطويها هيك ونشوف لوين حتوصل معنا هي على القد. بعدين رح نبلش ناخد خيطنا وإبرتنا ونبلش نخيط فيها. بالشوف حتحسوها شوي صعبة، بس هي أبدا أبدا مو صعبة. رح ألفه عندي هيك وأبلش أخيط فيه، أثبته. هسوي هذا أصلا تثبت، حطيناه هون بس هيك عشان التثبيت. فرح اخد اول غرزة هيك واحطها باول غرزة. خلو الخيط هيك، اسحبوا خيط عشان ما يضايقكم، وبلشوا وزعوها وهيك وعلى اول واحدة. خليني اشوف التصوير واضح، خليني اوضحه هيك واشيل هاي من تحتي عشان يكون تمام. اوكي وراح نبلش عادي نخيط فيها، داير ما يدور الكمر. طبعا في فيديوهات وفي ناس كتير مبدعين فيها انه ممكن تعملوهم مع بعض، بس انا حبيت هاي الطريقة قلت لكم لانه حبيت انه اعمل شي جديد، وحتى انه لو حدا حابب يعمل نفس الطريقة يلاقيه كمان بمحتوى عربي ويستمتع فيه ويكون اسهل ما يكون. فحبيت هالمرة انه نعملها هيك بجاكيت ورقة الشجر، عملناه مركب منه فيه، بس أنا حبيت أنه يكون هالمرة شي جديد هيك نستمتع فيه ونستمتع بتعلمه. رح نضل نعمل هيك ونخيط. وقلت لكم إذا حسيتوا قطعتكم هاي صغيرة عادي مطوا الخيط ورح ينمط معاكم، لانه مثلا انا وانا بعمل هاي الكمر تبع الايد شكله ايدي كانت مش مشدودة، واحدة طلعت اطول من واحدة شوي، عادي هيها عم يعني عم تزبط وكل شي عم مثل ما بدي واحلى كمان. هاي وانتي هيك عم تعملي بس افرديها. اذا حسيتي مكان فاضي عادي ارجعي له، بحاول اني قد ما في اكون معكم خطوة خطوة عشان ما تحسوا ابدا انه في شي صعب او انه في شي ما حتقدروا تعملوه. نضل نشتغل هيك
لحد ما نوصل للبداية. وحتلاقوا لحاله هيك معاكم بلش اصلا تصغر الكمر على نفس الايد، فما تفكروا اول شيء انها هي والله كتير صغيرة وما رح تزبط معنا، لا لا لا، رح تزبط ورح تبدعوا ورح تعملوا اشياء تاخد العقل. انا متأكدة هاي الورشة رح الاقي فيها ابداعات غير شكل، انه عن جد كتير سهل، كتير كتير كتير. واي حدا اي حدا اي حدا بس بيعرف يعمل كروشيه رح يبدع فيها، واحنا هذا اللي بدنا اياه دائما وابدا، انه احنا نبدع بكل شيء. مثلا انا حسيت انه هاي قربت نفس الشيء، يعني القياس طلع كتير منيح، فما تخافوا انتو عم تعملوا. وهيك اجينا على اول شيء، رح نثبته كتير منيح ونشيل الهاي خلاص لأنه ما إلها لازمة، ثبتناها وزبطت كل إشي. ونحاول هون إنه إيش هلأ يكونوا قد بعض، هنا طلع شوفوا كيف مش هالقد، برجع بعملها بأول غرزة هون بثبتها تتثبت معي، هون طلع الخيط لأن الماركر خربه، مش مشكلة. بعدين رح نمشي هلأ ونسكرها واحدة واحدة بغرزة غرزة لحد ما نسكر كل الكمر. كل واحدة على الجهة المقابلة، بس امسكوها هيك عشان النهايات تكون مع بعض. وهيك وصلنا لآخر شي وسكرنا. هون حيكون هاي ال تبع شو اسمه وسعه هيك عشان يكون كل اشي مزبوط، وهاي نهاية البداية الأولى بنربطهم مع بعض، نقص الخيط تحسبا عشان لا يفرط الخيط او يصير اي اشي، بعدين بننظفهم مع بعض. وهيك خلصنا الكم والكمر وطلع بياخد العقل زي ما انتو شايفين. رح احط لكم اياه هون، هذا ايش هذا اي خيط كمان، هذا الخيط اللي شبكنا فيه رح اقصه وتحسبا كمان اشبكه مع هذا الخيط، وبعدين هلأ بالتنظيف بوديهم. وهيك خلصنا كل تشبيكه، خليني اعمل الهاي هيك خلصنا كل تشبيك الجاكيت. شوفوا ما اجمله، بياخد العقل، نقلبه على الوجه الصحيح
مش عارفة أصوره من الستاند، بس هذا هو. شوفوا كيف هلأ هيك صار كله مشبك، بجنن 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 بجنن. هلأ وقت الورد، وهلا اجى وقت الورد. الورد لسه مش منطفيته، بعدني اصلا ما عملت جاكيتي، ما يعني ما زبطته. فهلا ما بعرف، الجاكيت كتير صغير، شوفوا ما اصغره. فمش عارفه صراحه، راح اخلي سوسو هي اللي تختار، يا بتختار الورد الكبير هذا البف اللي عملناه، او راح تختار الورد الثاني لانه بتطلع اصغر هيك. فما بعرف صراحه، راح اخلي لها حريه الاختيار وتشوف هي. بخصوص انه تعملوهم، بتجيبوا نفس الخيط ومن الاطراف كلها بتشبكوهم، او انه في طريقة انكم بهاي الاطراف تدخلوا هيك من بين ال، اجيب سنارة صغيرة اذا ما كنتم منظفين الورد. بتجيبوا هيك من ورا وبتسحبوا مثلا الخيط، مثلا قلنا هون الخيط الابيض هاد، تسحبوه هيك للجهة هاي، ومثلا الخيط التاني بتجيبوه من هون، او انتو بتحددوا يعني، وبترجعوا بتسحبوه من المكان اللي حددتوه هيك مثلا. اوكي بهاي الطريقة. وممكن تربطوهم وتنطفوا الخيط وخلص، تربطوهم من جوا وتنطفوا الخيط وهيك وتثبت، او تخيطوهم داير ما يدور بنفس الخيط هذا، بنفس لون الخيط اللي انتو عملتوا فيه البتلات عشان ما يكون مبين او مو حلو، او انه تجيبوا سيليكون، مسدس السيليكون تحطوا بالأطراف وتلزقوهم. فهاي كل وحدة حرة ايش بدها وكيف بدها تعملها. وان شاء الله بشوفكم بحلقات جاي. الورشة عن جد من اجمل الورش، كتير اتحمست عليها. بعرف يمكن شوي احنا طولنا فيها، بس حبيت تاخد وقتها عن جد لانه كتير حلوة، وما تستصعبوها ابدا لانها بتاخد العقل، وبتستحق انه يعني كبار وصغار انهم يلبسوها، هتحبوها كتير. ان شاء الله يا رب اكون توفقت اني شرحتها يعني شرح مفيد والكل يستفيد منه. وبشوفكم ان شاء الله بحلقات جاي. شيروا الحلقة لكل الحبايب اللي بتحبوهم لانه كتير سهلة والكل رح يقدر ينفذها حتى لو مبتدئ، وهذا اهم اشي كان عندي. وترقبوا طبعا، رح اهري سوسو صور ورح اهري حالي، بس لما اجي اركب، انه لسه ما شبكت انا جاكيتي، فرح تشوفوا الصور على الانستغرام اكيد. وبشوفكم على الف خير.